إذن إلى نمر الآن مشاهدينا الكرام إلى مولودية الجزائر الذي تمكن من العودة بنتيجة إيجابية من تنقله الصعب إلى الكونغو، حقق الفوز أو عاد بالتعادل أمام تي بي مازامبي. نتابع تصريحات المدرب أمير بومال ثم نواصل النقاش. J'ai envie de dire que c'est un match et un point très important. C'est un point très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, il recevait le champion d'Afrique en titre ici à l'Ali, qui avait fait match nul 0-0 aussi. Je pense que le plan de jeu a été respecté par mes joueurs, où il fallait essayer de leur laisser le moins d'espace possible, parce qu'on connaît la capacité offensive de cette équipe à faire mal sur les côtés. Et puis essayer dans les transitions de leur poser des problèmes. C'était exactement le plan de jeu. Et au vu des situations et des occasions, je pense que on méritait même peut-être d'ouvrir le score sur une situation aussi un petit peu litigieuse. Je vous laisserai apprécier s'il y avait pénalty ou pas. إذن كانت تصريحات مدرب مولودية الجزائر أمير بومال. نتحدث عن المدرب الذي ربما مكث لفترة لا بأس بها في فريق جزائري هو مثال ربما للاستقرار في البطولة الوطنية. أمين فغير، نبدأ معاك، نهنيو فريق مولودية الجزائر لأنه نقطة ثمينة جدا عاد بها من أدغال إفريقيا أمام فريق ولو أنه ليس بقوة تي بي مازامبي سابقا، لكن يبقى فريق عنده تاريخ في إفريقيا وعنده الهيبه ديالو. نعم وليد، كاين بزاف اللي سمعت التصريحات يقولوا تعادل بطعم الفوز، انا نشوف التعادل بطعم الهزيمه، كنشوفوا الفرص الكثيره اللي ضيعها خاصه نادي مولودية قبل نهايه المباراه في اللحظات الاخيره. اللحظات الاخيره دار مولودية الجزائر دارت مباراه بطوليه، ولو ان شفنا الحكم اخطا نوعا ما في ركله الجزاء، كانت ركله الجزاء واضحه لنادي مولودية الجزائر. تعادل ثمين لمولودية الجزائر، لازم ياكدوا في المباراه المقبله امام نادي يونغ افريكانز هنا بملعب 5 جوليا، ولو انه راح يكون غياب تاع الجماهير، لكن لا يجب مولودية الجزائر تحقيق الفوز وينحوا هذاك المشكل تاع ما يقدرش يفوزوا في ملعب 5 جوليا، يحققوا اول فوز تاعهم افريقيا وينطلقوا مباشره في هذه المنافسه. لانه للاسف مولودية الجزائر كان عندهم مشكل يوسف شيبان في ملعب 5 جوليا، اليوم المعطيات تاعها تختلف، راح يعاود يستقبل في ملعب 5 جوليا. الاكيد انه مولودية الجزائر تلقى صدمه قبل هذه المباراه انه سيحرم من جماهيره في مباراتين، لكن في المقابل تقدر تكون فعل خير عليهم، نقدروا نشوفوا مولودية الجزائر بالك ربما يلقى روحه بدون انصار، ولو انه انصار مولودية الجزائر دائما واقفين خلف فريقهم خاصة في الموسم الماضي والموسم هذا. نشوفوا فريق مولودية الجزائر كيف في دلال لوي مام سير سو ديبي سيزون، لي ريزولتا اللي جابهم كامل الاكستيريور، الاكستيريور ما يخسرش ويربح، دونك مازال ما تلقاش الهزيمة نتاعو تما خارج الديار كي ايتي في دلال لوي مام. هذه الخطرة في الكونغو فو سافوار كو كي تلعب في الكونغو والتوقيت اللي يلعب فيه مولودية الجزائر ماشي سهل، ماشي سهل بزاف افيك لو كليما كي لابا، اون ايكيب كيما قلت نتايا كي اسي اكسبيريمونتي اون افريك. دركا لو بروشان ماتش ا دوميسيل بلا لي سيبورتر تاعهم، انا نقول لك باللي بالك لو كان تشوفوا وشنو هي المعطيات اللي خلات الفريق تاع مولودية الجزائر ما يديرش لي ريزولتا ا دوميسيل. اسكو سي بارابور بالك لا بريسيون، مي جو بونس با باسكو العام اللي فات كانوا اشاك فوا يلعبوا كل مره يلعبوا ب 60,000 متفرج. جو بونس باللي كونت ايلزون دي زيكيب كي فون جوا افيك ان بلوك با يزون يل تروف دي ديفيكولتي ا جوي ان بلوك با، بالك كي يلعبوا هما يكونوا بلوك با كي فون جوي سير دي كونتر بالك فريق تاع مولودية الجزائر يكون احسن. دونك جو بونس باللي لو بروشان ماتش كونتر يونغ افريكا كي ليكيب كي اسي فور ثاني كي عندهم دو تري بون انديفيدواليتي كي سون رابيد، نظن باللي المباراه اللي راهي جايه راح تكون كيما قلت دوبوي تسمى لو ماتش دوفرتور ولو تسمى لا فيكتوار تاعهم ولا ريكونسيلياسيون ان شاء الله تاعهم على لي سيبورتر تاعهم، بون ميم سي سا ريست ان ماتش اوي كلو ا دوميسيل كونتر يونغ افريكا جو بونس كيل فون ريبوندر بريزون. ونتمنى اون بو جوجي نقدروا نحكموا على مولودية ماشي نحكموا على مولودية الجزائر، نحكموا على سي كوا دون ستاف تكنيك. شوف اقل الفرق يعني اللي تقدر تنافس هذه الانديه الكبيره، لانه نتحدث عن منافسه كبيره رابطه ابطال افريقيا. ونزيد لك حاجه انه فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر على عكس انديه اخرى تاع العاصمه في كاس الكاف، يعني كانوا في الوعاء الثالث والرابع، يعني كل الفرق في المجموعه ديالها هي يعني على الاوراق فرق احسن منها. على شباب بلوزداد واقيلا كان في الوعاء الثالث. الوعاء الثاني. ثاني. شباب بلوزداد كان في الوعاء الثاني باسكو فيو
ليستوريك بالنسبه للوليد الجزائر بعيد عن المنافسه الافريقيه في السنوات الاخيره. بون ابري فاش ينافسهم؟ ينافسهم سير لو بلان على الورق هما كان نهضروا على الورق اون تيرم ديفيكتيف هما لكن في الواقع تقدر تكون احسن منهم. بارك الله فيك. السيني كان ماتش دو فوت سير ماتش دو فوت تو بيس باسي. رانا نشوفوا فرق صغيره تقدر تربح فرق كبيره كيما تخسرها دوميسيل كسوا السيربي ولا ليسمايل بوفر اترابي على ولا المولوديه بوفر اترابي لابا. ما نساوش باللي هذه سي لا تشامبيونز ليغ افريكان بالك سي لا بلو بريستيزيوز كوب لي كاينه اون افريك دونك فيها ان نيفو لي زيكيب اللي راح يلعبوهم سي لي شامبيون في لي شامبيون تاعهم. يا دو تري غران كلوب كيما حنايا اون دو تري غران كلوب وان شاء الله كاين منافسه والانديه الجزائريه تقدر تقول بوفر ريفاليزي على لازم سي نازف يعني بسرعه الوقت مر راح نختموا معك هذا الموضوع بالنسبه تقييم لي مولوديه الجزائر. نتحدث عن فريق تي بي مازامبي كنا نتمناو لو مولوديه الجزائر على الاقل سجل هدف حتى لو ربما كانت نتيجه تعادل ومولوديه سجل هدف تكون احسن من تعادل دون اهداف. نتحدث عن تي بي مازامبي لليوم الانديه الجزائريه كلها تعرفوا انت سبق لك واجهت تي بي مازامبي شفناه مع جياسكا شفناه مع ليسما شفناه مع سطيف واليوم شفناه مع مولوديه الجزائر. تقدر تنافسهم على كل حال انا شفتهم مولوديه مازالهم يمونك شويه بارابول العام اللي فات نقصوا شويه لا كونفيونس راحت لهم شويه مع لي ديبار هذوك اللي راحوا وكذا بون بدلوا لي فيكتيف وكذا ويحوس على كل حال هو كيما يقول قعد لهم حاجه ماهمش ايزون با هذيك لا كونفيونس اللي كانت عندهم العام اللي فات ادوميسيل بصح خارج ديار يسافروا مليح. كنا نتحدثوا في الكواليس لحسن نازف هل غياب اليوم لما مولوديه اللي كانت القوه تاع العام اللي فات اللي دات البطوله غياب بالليلي ولا بن عمري تشوف بلي اثر بزاف على الفريق. بوكو بلوس غياب بالليلي على كل حال غياب بالليلي اثر بزاف على لاتراكتيفيتي هي اللي كاينه كاع في كيما يقول في وسط الميدان وفي سورتو في المستوى العالي هكذا. باسكو العام اللي فات بون كانوا هذاك زوكرانا كانوا بزاف دي جوار اللي كانوا يقدروا يديروا دي ديسيزيون بصح هذيك لاتراكتيفيتي النشاط هذاك ما كانش فيريتابلومون مليح. لو كان ريح شويه كاباب يزيد لهم الاضافه هذيك باسكو رانا نشوفوها في ليسبيرونس ليسبيرونس كي يكونوا لاعبين مخضرمين معاه وكذا راه المستوى يطلع تاعهم بعد. باختصار الحسن ماذا يعني هذا التعادل لمولوديه الجزائر في بقيه المشوار؟ شوف انا حاجه مليحه التعادل هذايا من باب الثقه للاعبين ميم المدرب راه بحر واحد الايامات بحر شويه هاد لي ديرني طون هادو سورتو الخساره تاع اليوم. هذا التعادل يعاود يرتب بزاف امور في بيت مولوديه الجزائر. يرتب الامور بور لا سويت. ان شاء الله كل التوفيق لمولوديه الجزائر ولبقيه الانديه الجزائريه. يوسف شيبان كلمه اخيره نشكرك على حضورك على تحليلاتك. شكرا نشكر الاخ الحسن والاخ امين ونشكرك وليد ونسبر et on souhaite une bonne chance les clubs تاعنا en compétition africaine pour hisser le football national vers le haut inchallah. شكرا يعطيك الصحة يوسف يعطيك الصحة حسن نازف. أنا نفرح كي تكون حصة هكذا نتكلموا غير كرة القدم بعيدا عن سياسة كرة القدم. لا احنا ما نهضروش على سياسة كرة القدم بصح نقولوا الحقائق على كل حال كما راهم على كل حال نقولوهم وإن شاء الله ما جرحنا حتى واحد على كل حال. ونشكركم على كل حال ماد الاخر صافي بليزير نكونوا مع الصحفي الشباب على كل حال والله يبارك مع اخونا شيبان مع نتايا الله يحفظك يعطيك الصحة خفيفة وان شاء الله نكونوا كنا خفاف ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة الحسن نظاف امين فغير يعطيك الصحة. شكرا لك وليد وبدوري نشكر ايضا الشيخ الحسن ويوسف لاو قدامي وإن شاء الله نكونوا مدينا ربما بعض المعلومات للمشاهد الكرام. شكرا لك مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. شكر موصول أيضا لكل الطاقم الذي عمل على إنجاح هذا العدد سواء الطاقم الصحفي أو الطاقم التقني أو الفريق المتواجد بملعب 5 جويلة تغطية مباراة اتحاد العاصمة. مشاهدينا الكرام سهرة طيبة وليلة سعيدة إلى اللقاء.